السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. معكم سارة من قناة لي ديليس دو سارة. الوصفة ديال اليوم وهي دي ميني كيك وشوكولا، يجيو غزالين بزاف ورائعين وجد سهلين في التحضير وما كيطلبوش لينا بزاف ديال الوقت. اذا نخليكم معايا باش نشوفوا المكونات وكذلك طريقة التحضير اللي هي جد سهلة. بالنسبة للمكونات غادي نحتاجو 4 المعالق كبار من الزبدة، 4 المعالق كبار من سكر سنيدة، 3 البيضات، 4 المعالق كبار من الدقيق، 175 غرام من الشوكولاتة السوداء بنسبة 55% من الكاكاو. طبعا تقدروا تعوضوها بالشوكولاتة بالحليب، كيبقى اختياري. نصف خمارة مع القليل من الملح وكذلك معلقة صغيرة من الكاكاو المر، كيبقى اختياري. وطبعا غادي نحتاجو هاد لي غامكان اللي كيدخلوا للفرن باش نوضعوا فيهم الخليط. اذا كناخذوا الشوكولا كنقطعوه وكنوضعوه في هذا البول، وكناخذوا الزبده كنوضعوها في كاسرول وكنحطوها على النار حتى كتذوب مزيان، حتى كتسخن وكتذوب. من بعد كنضيفوا على الشوكولا وكنبقاو نحركوا بشويه بشويه حتى كيذوب لنا الشوكولا في هذيك الزبده. طريقه جد سهله، غادي نخليكم مع الصور. شوكولا داب لي في الزبده، دابا غادي نبدا نضيف بشويه بشويه سكر سنيده مع التحريك المستمر، الكاكاو. بالنسبه للبيض كنضيفو بيضه ببيضه، البيضه الاولى كنحركو جيدا، البيضه الثانيه وهكذا. من بعد كنضيفو الدقيق، نصف خماره مع قليل من الملح مع التحريك المستمر. Thank you.
كندهنوهم بالزبده وكنضيفوا عليهم اولا كنرشوهم القليل من الكاكاو المر، وكناخذوا الخليط وكنحاولوا اننا نوزعوه. بالنسبه لهاد القوالب كتقدروا نتوما عندكم حريه الاختيار، سواء تستعملوا قوالب صغار مويان كبار على حسب كيفاش الموفين ولا لو كيك كيفاش بغيتوه يجيكم. كنوضعوا القوالب في صينيه الفرن وكندخلوهم يطيبوا لمده 15 دقيقه، وطبعا الفرن كيكون سخن من قبل. ملي كيطيبوا لنا الميني كيك كنخرجوهم من الفرن وكنزولوهم للقوالب ديالهم بهذه الطريقه. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الميني كيك ديالنا، كيجيو رائعين وغزالين بزاف. كنقدموهم كيف ما بغينا، كنصبودريو عليهم القليل من السكر كلاصي، وطبعا عندنا حريه الاختيار في لو دريساج. كنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للناس اللي عزيز عليهم الشوكولا نوار فريمون هاد لا غوسيت غادي تعجبكم بزاف، وكنتمنى انكم تجربوها. وطبعا بالنسبه للناس اللي كيفضلوا الشوكولاته بالحليب يقدروا يستعملوها كذلك. شكرا على المشاهدة ونتلاقاو فيديو جديد.